ديجة الضرب بالغاز ولا ديجة الضرب بالرصاص. كل شهدائنا دول مش هننساهم. دلوقتي مع الشهيد أبو مهاب، واحد من شهداء 28 يناير. اتفضل. السلام عليكم جميعا. أنا علي حسن والد الشهيد مهاب. أنا هتكلم في نقطة صغيرة في أقل من دقيقة. كل الناس اللي اتكلمت قبل ناس ليها كل الاحترام والتقدير، بس كان نفسي من الأستاذ أمير على وجه الخصوص يتكلم على محاكمات الأمس اللي هو واحد من محاميها. كان نفسي يتكلم في محاكمات الأمس وبراءة الضباط. حضراتكم عارفين ومتأكدين ومتيقنين تماما إن المجلس العسكري من أول لحظة بيعمل على وقت الثورة، ومن أهم خطوات وقت الثورة هي براءة الضباط قتلة الشهداء. وكلنا عارفين ان براءة امبارح دي اهانة للشعب المصري. براءة الضباط امس هي اهانة لكل سائر في مصر. براءة الضباط هي ضياع للثورة المصرية. واعتقد ان مطلبنا بعدم هؤلاء الجناة او بسجنهم هو مطلب سياسي وليس مطلب فئوي. واحنا مكملين ومستمرين وبنطلب منكم جميعا تساعدونا. احنا كأسر شهداء وأسر مصابين موجودين باستمرار في كل محفل ثوري، وبنطالب كل الناس. الوقت مش محتاج جماعة السياسيين والإخوة النخب، الوقت مش محتاج حيادية. إما أن تنحاز إلى الثورة والثوار وإما أن تبتعد. الوقت مش محتاج حيادية، الوقت وقت ثورة ثورة فقط. وبمناسبة يا جماعة الأحكام اللي صدرت امبارح ببراءة الضباط، احنا طلعنا بيان هو موجود على كل المواقع الإلكترونية، وعاملين وقفة احتجاجية غدا إن شاء الله الساعة 12 ظهرا أمام دار القضاء العالي. نتمنى منكم جميعا الحضور، لأن اللي ماتوا دول ماتوا عشانكم مش عشان نفسهم ولا عشان أهاليهم. وشكرا.